عندي مدينه سكنيه، والمدينه السكنيه دي في شبكه صرف صحي، وشبكه صرف الصحي دي زي ما قلت لك في الاخر خالص قبل ما تدخل على الليفت ستيشن في ماسوره رئيسيه داخله على الليفت ستيشن. الماسوره الرئيسيه داخله على الليفت ستيشن، يعني انا عندي خطوط كده. عندي دي كلها خطوط داخله بتاعت المدينه. هي دي الماسوره دي قبل ما تدخل على الليفت ستيشن اسمها ايه؟ الماسوره المجمعه. دي اللي جمعت المدينه كلها او القريه كلها او المشروع كله وداخله على ايه؟ على الليفت ستيشن. هو بيقول لك عاوزين نصمم الماسوره دي. صمم قطر ماسوره الصرف الصحي المجمعه لمدينه سكنيه بين قوسين فرعه الداخل. دي بنسميها ماسوره رئيسيه او ايه؟ فرعه الداخل. يعني ايه فرعه الداخل؟ الفرع الداخله على الليفت ستيشن. فرعه الداخل. المدينه دي تعدادها 60,000 نسمه. يبقى انا عندنا البيبليشن بتاع المدينه دي يساوي كام؟ 60,000 نسمة. ومعدل استهلاك الفرد من مياه الشرب بيساوي 200 لتر للفرد في اليوم. الووتر كونسامشن بيساوي 200 لتر للفرد في اليوم. طب هل ممكن يديني السيوج كونسامشن؟ اه ممكن يديني السيوج كونسامشن. فخلي بالك من النقطة دي. هنشوف دلوقتي الفرق ما بين الاثنين. إذا كانت نسبة الامتلاء 67% يبقى الدي اوفر دي بتساوي 0.67 وميل الماسورة 2 في 1000. ما إهمال مياه الأمطار والرش؟ ايه بقى حكاية مياه الأمطار والرشحة دي؟ هتشيلها في الكيو ديزاين. ايه؟ مش عندهم فعلا الكيو ديزاين. هي ايه الكيو ديزاين؟ أنا عندي الكيو ديزاين الأكبر من كيو ماكسيمم دراي ويزر فلو أو الكيو ماكسيمم ويت ويزر فلو. اقصى تصرف جاف صيفا او اقصى تصرف ممطر شتاء. خلاص؟ طيب الدكتور اداكم المعامل الموسمي ولا ما اداش؟ اه 8 من 10 واحد وربع. الكيو ماكسيمم دراي اوزر فلو بتساوي 1 وربع، ده المعامل الموسمي. خلاص؟ في البيك فاكتور ويتوقف على التعداد السكاني اكبر من 80,000 واقل من 80,000. في البيبيوليشن. في الووتر كونسامشن. بس بتاع مين؟ السيوج اللي هو بيساوي من 8 ل 9 من 10 مللي كيو ووتر. دكتور انا هقول 8 من 10. خلاص ماشي. زائد كيو انفلتريشن اللي هي مياه الرشح. ومياه الرشح دي ليها معادله وبتتوقف على الاقطار والعمق وعمق الماسوره تحت سطح المياه الجوفيه والكلام ده كله. وعشان الدكتور ييسر عليك اكيد قال لك خدها بنسبه من الكيو افرج. اتفق معاك كام؟ 10 من 10 ل 15%. خلاص زي ما الدكتور اتفق. خلاص؟ طيب. ده الكيو ماكسيموم دراي وزر فلو. الكيو ماكسيموم ويت وزر فلو بتساوي 8 من 10 ده المعامل الموسمي. ده المعامل الموسمي مضروب في البيك فاكتور في البيبيليشن في الووتر كونسامشن سيوج زائد كيو انفلتريشن زائد كيو ري. الكيو ري دي ليها معادلات وليها اي دي اف كيرف وندخل في الاي دي اف كيرف ونطلع على حسب الديوريشن بتاع الامطار وحسب الدنست بتاعت الامطار وحسب الاريا اللي انا بصرفها. حوار كبير. ولكن الدكتور ياسر عليك وقال لك خدها بالقيمه. انت السي اي ايه؟ طب حلو قوي. الكيو رين دي بتساوي السي اي ايه على 360 وفي الحاله دي الناتج اللي بيطلع متر مكعب ثاني. متر مكعب ثاني. السي معامل السطح.
لو انا بصرف خرسانه ولا بصرف اسفلت ولا بصرف ولا بصرف انترلوك ولا بصرف رمل ولا بصرف جرين اريا، كل ده في الكود في جدول بيتوقف على حسب نوع السطح اللي انا بصرفه. الايلاند دينستي كثافه سقوط الامطار، وكثافه سقوط الامطار دي بتختلف حسب اختلاف المكان، لو انا في اسكندريه غير في سوهاج. الاي او الايه ده مساحه السطح اللي انا بصرفه، مساحه السطح اللي انا بصرفه 360 هو معامل تحويلي، عشان ده دايمنشن ليس، ده بالمليمتر في الساعه، وده بالهكتار، فهو معامل تحويلي عشان يطلع بالمتر مكعب ثانيه. خلاص؟ فانا بحسب الكيو ديزاين من المعادلتين دول، والاكبر منهم هو بيبقى كيو ديزاين اللي انا شغال عليه، بس ده في حاله واحده لو الشبكه بتاعتي ايه؟ مشتركه. يعني ايه مشتركه؟ يعني بصرف عليها صرف صح وصرف امطار. طيب لو انا بصرف صرف صحي فقط يبقى دي مش موجوده. يبقى دي ايه؟ ملهاش وجود. واضح؟ دلوقتي محتاجين ايه؟ هو هنا بيقول لك في المساله مع اهمال تقسيم مياه الامطار والرش، يبقى خلاص كده انا لا عندي مياه امطار ولا عندي مياه رش، يبقى انا هشتغل على ده بس. اولا التعبير السكاني 60,000 ووتر كونسبشن، يبقى انا عندي هنا من الووتر كونسبشن ده الووتر كونسبشن سيوج بيساوي 8/10 في ال 200 بيساوي كام؟ 160 لتر للفرد في اليوم، ده بتاع الصرف اللي انا هشتغل على اساسه. يبقى انا عندي الكيو افريج بتساوي ال 60,000 مضروبه في 160 على 1000 عشان يطلع لي بايه؟ المتر مكعب في اليوم، عشان يطلع لي ده في اللتر في اليوم بالكابيتال بير دي، فهقسم على 1000 عشان احول لي متر مكعب. طب انا لو عاوز احول للثانيه اضرب يبقى هقسم على 24 60 في 60 في 60 في 1000 عشان احول على طول لمتر مكعب ايه؟ ثانية. هيطلع لك المتر مكعب ثانية 0.111 متر مكعب على الثانية. يبقى انا حسبت الكيو افريج اللي هو عبارة عن الاثنين دول. طيب البيك فاكتور التعداد هنا 60,000، انا عندي معادلتين، معادله لو التعداد عندي اقل من 60,000 ومعادله لو اكبر من 60,000. لا اكبر من 80,000. صح 80,000، لو اقل من 80,000 يبقى 5 على بي اس سود، حيث البي النمبر اوف بوبيليشن بالالف، 5 على بي اس سود حيث البي النمبر اوف بوبيليشن بالالف. طيب لو اكبر من 80,000 تبقى 1 + 14/4 + جذر البي، حيث البي البوبيليشن بايه؟ بلال. هنا احنا عندنا كام؟ 60. يبقى البيك فاكتور اقل من 80,000. يبقى انا عندي البيك فاكتور بيساوي 5 على بلال في 60 اس كام؟ اس سودس. هيطلع معاك ال 60 اس سودس دي ب 2.54 او 2.52 2.52 هي 2,527 من 1000. معلش عندنا السبعة بتاعت لو خدتها 2.53 صح. خلاص؟ طيب يبقى أنا عندي الكيو ديزاين بتساوي 1.25 مضروبة في 2. هو الدكتور حل على اساس المعامل المصيبه متاكدين؟ الكود القديم ما هو بالظبط كده عشان دلوقتي ما بقاش ليها وجود. في 2.52 في 0.111 يعني
لا ما هو ضربها في ما انا ضربتها وخلصت خلاص الكيو انفلتريشن بصفر وكيو ان بصفر خلاص طيب يبقى ده بيساوي كام حد يحسبها 8 من 10 في 2 52 في 0.111 35 من 100 اول واحده دي 35 من 100 0.35 متر مكعب على السالب والثانيه خد بالك ما دام الدكتور دخل معاك في معامل مسلم ومش معامل مسلم يبقى انت لازم وانت بتحل في الامتحان يعني انا متاكد هنا تماما ان الرقم ده هو الاكبر مما لا شك فيه لا مضرب في 1 ربع الا مضرب في 8 من 10 ومع ذلك انت ايه مطالب تحسب الاثنين طلع دي بكام 22% 0.22 متر مكعب على السلم يبقى ده الكيو ديزاين ديزاين بتساوي 0.35 متر مكعب على السلم طيب هو مديني في بدايه المساله ان الدي على الدي بتساوي 0.67 هتروح رايح المنحنى دكتور داركم المنحنى طيب هتروح رايح بقى كروم تشاب هتلاقي ان كيو على كيو والله هتلاقيها بتساوي 6 من 10 والبي على البي هتلاقيها بتساوي 1.072 ده من مين؟ من المنحنى. أنا كل ده بدور على مين؟ أنا أصلا عظيم المسألة. القطر. القطر. طيب عشان أجيب القطر أجيبه إزاي؟ لازم الكيو بتاعت مالك. بالقطر الفل ومنه عاوز أجيب لي كيو فل. عشان أجيب الديامتر لازم يكون عندي كيو فل. وأنا معاك كيو إزاي؟ خلاص؟ فأنا كل ده بلف عشان اجيب مين؟ كيو فول طيب انا عندي دي بتديني رقم ما بين الكيو والكيو الكيو ديزاين اللي انا اصلا جبتها خلاص اللي هي 0.35 وكيو فول خلاص؟ فانا عشان بتساوي 6 من 10 خلاص؟ يبقى انا جبت ده حسبت كل ده عشان اجيب ده وعندي العلاقه دي اقدر اجيب مين؟ الكيو فول اروح اعوض في المعادله يديني مين؟ الدم يبقى اذا من هنا كيو فول بتساوي ايه بقى؟ كيو ديزاين 0.35 على 0.6 تطلع معاك بكام؟ 0.58 من 100 متر مكعب على السلم الكلام ده صح ولا غلط؟ اكبر من كيو ديزاين بالظبط كده صح كده خلاص؟ الكلام ده المفروض بيساوي ايه بقى؟ بيساوي 1 على ان في ار قص 2 على 3 في الاس قص نص في باي دي سكوير على 4 اللي هي برضه بتساوي 1 على مدينا معامل مالك في المساله لا 2 في الاس دي الاس خلاص ما مديناش هنفرض معامل مالك 0.16 على حسب نوعه بيتوقف على نوع المسؤول فانت لو شغال عندي ميستو بالسنين هتلاقيه 12 لو شغال دكتاين هتلاقيه او فخار هتلاقيه 13 ماشي مش فارقه كتير في الار اللي هي مين؟ ال دي على 4 اس 2 على 3 في الاس هو مديها لنا بكام؟ 2 في ال 1000 يبقى 2 على 1000 0.002 اس نص في باي تربيع على الأربعة أصبحت المعادلة كلها في مين؟ كل واحد الوقت دي في الدي واحنا لسه بنقول على الأربعة دي عشان هي الكيو فول ما تبقاش الكيو فول غير على الماسورة ممتلئة أو نصف ممتلئة وفي الحالة دي لو أنت خدت المساحة الممتلئة مساحة الدائرة على خط الدائرة يطلع لك ده على الأربعة خلاص واحد يحسبها بقى يطلع لي الدايمتر تساوي كام؟ 800 مللي رجعتها بالمليمين مين جبنا الدايمتر اللي احنا محتاجينه مدينه سكنيه مساحتها 50 هكتار
لا مش انا صوت اشوان رقم محمد نعم دكتور هي حكمون والله بس هذا الدكتور مش طب احنا ساعتها 50 هكتار يبقى الاريا 50 هكتار وزاد كثافة سكانية 200 فرد للهكتار متوسط استهلاك الفرد من مياه الصرف الصحي 150 لتر للفرد في اليوم يبقى دي مية ايه؟ صرف يعني مفيش 8 من 10 متوسط استهلاك الفرد من مياه الصرف الصحي تساوي 150 لتر للفرد في اليوم. تم عمل شبكة صرف صحي للمدينة بحيث يتم صرفها على محطة رفع. والمطلوب تصميم الماسورة المجمعة للمدينة السكنية إذا كان تصرف مياه الرش يساوي 15% من التصرف المتوسط. سوى 15% من الكيو أبرش ونسبة الامتلاء نص يبقى دي أوفر دي بكام؟ بنص ومين الماسورة 3 في الـ1000 قال لك مع اهمال تاثير الامطار يبقى هو كده ايه مش عاوز الامطار احسب الكيو ديزاين واولا من ده اقدر اجيب كيو على كيو ومين والبي على البي كيو ايه كيو ديزاين على كيو فول طيب انا عندي البيبيليشن اجيب اول حاجه البيبيليشن بيساوي كام بيساوي 10 250 بيساوي 10 بعد كده كيو افريج بتساوي 10000 مضروبه في 150 على 24 في 60 في 60 في 1000 نضربها في 1.2 عشان لا ده كيو افريج بس حلو قوي مين بقى ده بوينت 8 مفيش تاثر هو ده هو مدي لك صرف فركز بقى عشان الحته دي بتبعت ناس كتير هتطلع معاك بكام؟ هتطلع بصفر 1.74 صفر 0.0 ايوه بالظبط 1.74 متر مكعب على السنه البيك فاكتور بتساوي التعداد اقل من 80000 يبقى 5 على 10 اس سودس تطلع معاك ب 3 وكام؟ 3 و4 يبقى اذا الكيو ديزاين بيساوي 1 وربع مضروبه في 3 و4 مضروبه في 0.0174 زائد 15% مضروبه في 0.0174 بعدين يا دكتور شوف هنا بتاع الميه مش الصرف ايه هو مديني في المساله بتاع الصرف كيو افريج نفسها خدها بتاعت الميه ايوه ما بتاع الصرف خلاص صرف مفيش ميه انت شغال شبكه ايه؟ لو هو مدينا في الميه لازم تحوله لصرف فهو لو مديني 200 لتر للفرد في اليوم هضربه في 8 من 10 يديني 160
هو جه في مساله زي كده راح مدي لك ال 160 على طول. خلاص يبقى انت مش تقدر في 8 من 10. لو سمحت يا باشمهندس ممكن سؤال، هو الكيون فيلتريشن دي بتمثل ايه للماسوره؟ يعني ميه بتدخل لجسم الماسوره؟ اه لما تكون الميه لما تكون الماسوره تحت سطح المياه الجوفيه، لما تكون الماسوره تحت سطح المياه الجوفيه وحسب نوع الماسوره. يعني لو الماسوره فخار او عن طريق الوصلات، يعني الوصله بتاعت المطابق وصلات المواسير ببعضها اللي هي الراس والديل الكلام ده كله، الميه ايه؟ الميه بتدخل. المفروض الانفلتريشن ده بينعدم او بيقل جدا 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 في المواسير اللي هي زي مواسير الحمام زي الهايدرنستابلس دي. خلاص؟ طيب هيطلع الرقم ده بكام؟ هيطلع بصفر 7 7 صفر 0 7 7 بوينت 0 7 7 بوينت 0 7 7 متر مكعب على السالب. طبعا لازم تحسب الثانيه اللي هي ايه؟ هيطلع 8 من 10 5 من 100 تطلع هو بوينت هو 5 متر مكعب على السالب. يبقى اذا كيو ديزاين اللي هي بتساوي كيو سمول بتساوي 0.77 متر مكعب على السالب. طيب انا عندي الدي على الدي بتساوي نص فروم تشارت، هتجيب الكيو على الكيو وهتجيب البي على البي، هتطلع عندك الكيو على كيو بي نص والبي على البي بواحد. يبقى اذا كيو فول بتساوي بوينت او سبعة سبعة على نص تطلع بكام؟ واحد خمسة أربعة بوينت واحد خمسة أربعة متر مكعب على سالب. المفروض ده بيساوي واحد على ان اللي هي او بوينت واحد اتنين مضروبة في الدي على الأربعة أس اتنين على تلاتة في الاس اللي هي تلاتة من ألف أس نص مضروبة في باي دي سكوير على الأربعة. من هنا تطلع مين؟ الدالة. الماسورة. السرعة الفعلية في الماسورة. يبقى احنا عاوزين مين؟ بي سمول. عشان اجيب البي سمول لازم اروح اجيب ايه؟ البي فول. طب عاوزين نجيب البي فول. واحد على ان في ار اس دي على 4 اس 2 على 3 الاس اس ايه؟ اس نص. يبقى بتساوي واحد على او بوينت او واحد اتنين مضروبة في نص على 4 اس 2 على 3 في او بوينت او او 3 اس نص. هتطلع معاك بكام؟ مش ال تطلع بواحد واحد واربعين من مية. واحد واحد واربعين من مية متر على السالب. مش الدي على الدي فول بيساوي واحد؟ ايه؟ مش الدي على الدي فول بيساوي واحد؟ بيساوي واحد اه. ايوه الدي بيساوي الدي فول. يبقى البي بتساوي البي فول بتساوي واحد واربعة من عشرة متر على السالب. طيب. واحد واربعة عشر واحد واربعة على اللي بيحصل. ده لما يجي يقول لي ايه؟ هات السرعة الفعلية. هات السرعة الفعلية. طيب. لما يقول لي انا عاوز نسبة الامتلاء. يبقى هو مديني يعني حاجة متكسرين. يبقى لازم يديني يا كيو على كيو يا اما الديامتر واروح اجيب منه كيو فول وانا كده كده احسب الكيو ديزاين من الطرق العادية بتاعتي. يبقى انا عندي الكيو ديزاين وعندي كيو فول اقدر ادخل المنحنى اجيب منه ايه؟ مسألة الدي على الدي. اه مسألة ثانية. انا ممكن اجيب بدل ما اجيب الكيو فول واجيب منها الدي على واقسم الدي على الجوابات. ثاني معلش. اجيب الكيو فول واجيب الجوابات منها واقسم الدي على جو دي ديزاين. يديك دي ديزاين مديش عند الوتر كونسبشن. يبقى انا عندي كيو ديزاين عندي كيو فول اقسم ده على ده
يدي لك نسبة وادخل بها المنحنى دي بدي على دي. لما يقول لك احسب لي العمق المية. عمق المية داخل المسورة ما هو محتاج ايه؟ محتاج الدي سمو. فبعد ما تجيب العمق النسبي اللي هو الدي على الدي خلاص تضربه تضرب في الدي فول يدي لك ايه؟ او تضرب في الديامتر يدي لك الدي بتاع ايه؟ بتاع عمق المية. معلش بس ممكن تكتب حلقة تكتبها بس تكتبها بس عشان تاني. اولا انا دلوقتي عشان يقول لي هات لي عمق المياه داخل الماسوره عمق المياه داخل الماسوره اللي هي دي الدين. خلاص طب اجيبها ازاي؟ مبدئيا انا اروح احسب الكيو ديزاين من الطرق العاديه بتاعتي تمام. يبقى انا عندي كيو ديزاين وكيو فول وكيو فول من الديامتر وجبنا الدي سمول يعني ده لازم يكون عندي ديامتر واجيب منه كيو فول. يبقى انا عندي كيو على كيو ادخل المنحنى اجيب الدي على الدي وانا عندي الديامتر اقدر اجيب الدي. ايوه يعني. خلاص الماسوره بتاعتي بتبقى ديامتر وبتبقى السرعه اللي موجوده فيها زي ما احنا حسبنا كده. خلاص يبقى انا عندي ديامتر وعندي السرعه اللي موجوده وعندي الميول اللي موجود وعندي الميول اللي موجود. المفروض ان احنا اول ما اتكلمنا قلنا ان المواسير دي بتبقى شغاله اندر جرافيتي. اندر جرافيتي يعني ماسوره بتدي ماسوره بتدي ماسوره بتدي ماسوره وهكذا لحد ما توصل محطه الرافق. الماسوره اللي بتبدا اول ماسوره بتبدا بيبقى فيها اشتراط. الاشتراط ان الكفر بتاع الماسوره لا يقل عن متر 20 لا يقل عن متر 20 زائد الديامتر بتاع الماسوره. يبقى كانك بادئ في حاجه عندنا اسمها الانفرت ليفل. الانفرت ليفل ايه بقى الانفرت ليفل ده؟ الانفرت ليفل ده هو الراسم السفلي للماسوره. الرسم السفلي المسؤول. تعال نشوف ايه الرسم السفلي ده.